الآن غسل اليدين نبدأ باليمنى وهي السنة هكذا الماء أيضا هكذا هذه الثانية وهذه الثالثة ويجوز طريقة ثانية وهي هكذا أن نأخذ الماء القليل ثم نفرغه هكذا نأخذ الماء القليل ونفرغه هكذا وتمر اليد على اليد هكذا ثلاث مرات هذا الماء نأخذه وهذا يوافق الآية وأيديكم إلى المرافق أي من هنا إلى المرافق ولا بد أن تغسل اليد كاملة هكذا تغسل وإمرار اليد على اليد هكذا هي السنة هذا يسمى التدليك لكن لو غسلت يدي بهذه الطريقة مثلا وتأكدت أن الماء مر على اليد كلها دون أن أدلك الوضوء صحيح على قول جماهير أهل العلم الوضوء صحيح ما في شيء لكن السنة الإنسان يدلك يمر يده على اليد الأخرى الآن اليد اليسرى نفس الشيء الماء قليل وهكذا طريقة وهكذا انتهى هذا الجزء أو هذا العضو غسل اليدين ثم بعد ذلك اليد اليمنى تأخذ الماء باليد اليمنى تصبه في اليسرى استحبابا وهكذا تبدأ شوفوا لاحظوا بدأت من المرفق بدأت من المرفق إلى رؤوس الأصابع لا العكس كما يصنعه المخالفون قد واحد يقول الآن الآية الكريمة تقول إلى المرافق فإذا نبدأ من الأسفل إلى الأعلى الجواب هذه إلى ليست إلى الانتهاء لأنها غير مسبوقة بمن وإنما هي إلى الحدية يعني لبيان الحدود حدود المغسول لاحظتم؟ هذا طبعا كله استدلال فقهي في محله إن شاء الله بعدين حينما تتفقهون أيها الإخوة تعلموا هذه الأمور ولكن احرص على أنه الماء يصيب كل اليد من المرفق إلى رؤوس الأصابع يأتينا الآن مسح الرأس أيضا نبلل اليد بالماء نرمي به ثم بعد ذلك نبدأ من أول الرأس هكذا ثم أعود مرة ثانية ثم الآن يدي مبللة فأمسح الأذنين بما بقي من بلل في يدي فأدخل السبابة هنا هكذا السبابة والإبهام الإبهام من الخارج لكن لو بالسبابة فعلت هكذا وبالسبابة فعلت هكذا جائز لكن الأفضل السبابة من الداخل والإبهام من الخارج بحيث مسحت الأذنين بعد ذلك يأتي غسل القدمين كذلك أفتح الماء قليلا ثم أبدأ بغسل القدمين وأيضا أخلل بين الأصابع وأغسل قدمي بهذه الطريقة هذه القدم اليمنى وإذا كان أحد يصب علي من إبريق أو ما شابه ذلك تكون ثلاث مرات منفصلة كل واحدة على حدة هذه الأولى مثلا نقول هذه الأولى ثم بعد ذلك هذه الثانية ثم بعد ذلك هذه الثالثة ونفس الشيء قدمي اليسرى كذلك أخلل الأصابع هكذا ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك شوفوا التفتوا لا تغسل كل شعرك وكل رأسك لا فقط امسح تمسح في الربع الأول من الرأس الربع الأول من هذا الطرف تمسح مقدار المسحة يكفي إصبع واحد بمقدار إصبع واحد إذا تمسح يكفي لكن أولى والأتم والأفضل أن تمسح بمقدار ثلاثة أصابع على الأقل والأفضل بكل اليد بكل اليد هكذا شوفوا الرأس يكون ثابت تمسح هكذا وتقول اللهم غشني برحمتك وبركاتك ومغفرتك ورضوانك ثم بعد ذلك مسح الرجلين لا غسلهما قد واحد أيضا يقول الآية الكريمة تقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم
أرجلكم تكون معطوفة على غسل اليدين، غسل الوجه واليدين. الجواب لا، هنا معطوفة على محل الرؤوس، فتأخذ حكم المسح أيضا، فمسح الرجلين لا مسح، لا غسل الرجل. فهكذا تبدأ بالرجل اليمنى، تمسح أيضا من رؤوس الأصابع إلى قبتي القدمين إلى الكعبين هكذا، وتقول اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الأقدام. وحينما تنتهي من الوضوء تقول اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام غفرانك والجنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسح يجب أن يكون الرأس ثابتا وتمسح بيدك حتى يتحقق مسمى المسح، كذلك بالنسبة إلى الرجلين أو القدمين.